ولكننا نبقى في هذا الجو وأنت تتحدث عن إعراض عن الدين. هذه حقيقة. وبالمناسبة الإعراض عن الدين بشكل أقوى في المناطق وفي البلدان التي ترفع الشعارات الدينية. الآن الإعراض عن الدين مثلا في إيران وفي العراق وفي المناطق الشيعية في لبنان وفي أجواء الخليج وأنتم تعرفون ذلك، وفي السعودية وفي المناطق التي حكم فيها الإخوان المسلمون، هناك إعراض عن الدين بشكل واضح وبشكل جلي. لا أريد أن أتناول الموضوعات السياسية، لا أريد أن أخوض فيها، حديثنا يبقى بحدود أسئلتنا التي تطرح هنا. هناك قضية لابد أن أشير إليها، من أن الإعراض عن الدين جاء لعدة أسباب، وأحد هذه الأسباب المهمة هو حالة الإحباط. هناك إحباط نفسي واضح في الأجواء الدينية الشيعية وحتى في الأجواء السنية. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأجواء السنية، لا شأن لي بها، أتحدث عن الأجواء الشيعية. على الأقل في المناطق أو في الجهات التي لي تواصل معها، هناك حالة واضحة من الإحباط الديني النفسي. هذه الحالة من الإحباط الديني هي التي جعلت الناس يعرضون عن الدين، وبعد ذلك شيئا فشيئا ينكرون الدين. ليس سرا فهناك الكثيرون من الذين عرفوا بأنهم متدينون ومنذ أيام شبابهم، لو جالستهم وتحدثت معهم بنحو لا يسمع الآخرون فإن رغبة في دواخلهم تدفع بهم لترك الدين وأحكامه، لكن الأعراف هي التي تربطهم وتشدهم للطقوس الدينية. قضية واضحة، هناك إعراض واضح عن الفضائيات الدينية، هناك إعراض واضح عن المجالس الحسينية، هناك إعراض واضح عن كل شيء ديني. أعتقد إذا ما دخلتم إلى الفيسبوك مثلا ووضعتم طبق حلوى أو طبقا من الرز واللحم ستكثر التعليقات المادحة التي تكشف عن إعجاب أو تشكر الذي وضع هذه الصورة، ولكن إذا ما وضعتم حديثا عن الإمام الصادق فإنكم لن تجدوا مجيبا،
إذا ما وضعتم صورة لفاتنة جميلة فماذا ستكون التعليقات؟ إذا ما وضعتم صورة لزجاجة عطر نزلت حديثا إلى الأسواق فماذا ستكون التعليقات؟ إذا ما وضعتم صورة كتاب ديني فلن تجدوا تعليقا. أنا أتحدث عن أجوائنا الدينية، عن المتدينين الذين يكتبون يعلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أنكم جربتم هذا. إن لم تجربوا هذا بأنفسكم بإمكانكم أن تدخلوا على الصفحات على المواقع التي تنشر هذا وتنشر هذا. القضية واضحة وصريحة جدا، حتى في داخل الأجواء الحسينية، حتى في وسط أولئك الذين يشرفون على إدارة المساجد والحسينيات. لا أتحدث عن المظاهر الخارجية إذا ما جلستم معهم بشكل خاص. هناك حالة من الإحباط الديني والنفسي. أسبابها كثيرة، حالة الإحباط منها ما تكشف من عورات مراجع الدين ورجال الدين، ما تكشف من عوراتهم على جميع المستويات، ما تكشف من عورات رجال الدين، ما تكشف من حقائق الابتعاد عن فكر أهل البيت، ومن أننا غاطسون في الفكر الناصبي، ما تكشف من أساليب التدليس والغش والخداع التي يمارسها المعممون. وبعد ذلك فإن الناس لم يلمسوا شيئا قدمه الدين لهم، لأن الناس يتعاملون مع الدين مثلما علمهم رجال الدين كسوق البقالة. لا بد من شيء محسوس ملموس بحساب الربح والخسارة. المعركة الخاسرة مع الحضارة الغربية. الحضارة الغربية تفوقت على الدين والمتدينين واستطاعت أن تخترق كل شيء. هناك أسباب كثيرة، هذا بعض منها ما أشرت إليه. هذا وغيره أدى إلى الإحباط الديني النفسي. ولا بد أن أشير إلى أن إحباطا عالميا يتحرك في العالم. القضية ليست خاصة بأجوائنا الدينية، هناك إحباط إنساني عالمي. يمكننا أن نتلمس بعضا من مظاهره. انتشار الانتحار عن أي شيء ينبئ، بكل أشكاله. هناك انتحار قد صار مؤدلجا بنحو ديني، مثلما يقوم الداعشيون وأضرابهم، وهذا يكشف عن الإحباط. لو كان الداعشيون ليسوا محبطين لما اتجهوا هذا الاتجاه، بغض النظر عن التحليل النفسي لكل شخص من هؤلاء. أنا أتحدث من وجهة نظر عامة. عملية الانتحار، انتشار الانتحار، إن كان هذا الانتحار انتحارا مؤدلجا بأدلجة دينية أو سياسية،
ما أنتم سمعتم كيف بدأ ما يسمى بالربيع العربي في تونس؟ ألم تكن إثر عملية انتحار؟ ذاك الذي أحرق نفسه عملية انتحار. عملية الانتحار وانتشارها، إن كان الانتحار سياسيا أم كان الانتحار دينيا أم كان الانتحار لحالة غرائبية، فإن بعض المنتحرين يسجلون فيديوهات توجد على اليوتيوب ويقول إنني أريد أن أجرب الانتحار، ينتحر المنتحر وهو يقول من أنني أريد أن أجرب الانتحار، ما عندي من مشكلة. عمليات الانتحار الشخصي، انتشار الانتحار، انتشار الانتحار علامة تخبرنا عن حالة من الإحباط الإنساني. وقضية الانتحار هذه ليست خاصة بالمسلمين فقط، ادخلوا إلى الإنترنت وتابعوا هذا الموضوع، ستجدون أن الانتحار ينتشر في العالم. ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية، لكن الانتحار يشير إلى ما ذكرته من وجود إحباط إنساني عالمي. وصول رئيس مثل ترامب إلى رئاسة الإدارة الأمريكية هو يكشف عن حالة من الإحباط في المجتمع الأمريكي. قضية تختلف اختلافا كبيرا عما كان عليه قطار السياسة، قطار الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب أول رئيس حتى في أيام ترشيحه وفي أيام الانتخابات يعارض حزبه وكبار رجالات حزبه يعارضونه. هل سمعتم برئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الترشيح وفي فترة الانتخابات يعارض حزبه ورموز حزبه يعارضونه أيضا؟ هل سمعتم بمرشح لرئاسة أمريكا يظهر العنصرية بشكل واضح صريح في خطاباته، إن كان ذلك ضد النساء أو كان ذلك ضد المجموعات العرقية المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والأنكى من هذا أن تلك المجموعات العرقية التي قال ما قال ضدها تشترك في نجاحه في الوصول إلى الرئاسة. هل سمعتم أن مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يحارب الإعلام، يحارب الصحافة، يحارب أكبر القنوات الفضائية؟ سمعتم بهذا؟ الحكاية طويلة. لماذا حدث هذا؟ لماذا هذا الانقلاب في كل الأمور؟ ينبئ عن حالة إحباط على المستوى الإنساني. إذا أردنا أن نضيف من العلامات الخروج المفاجئ لبريكزيت لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد هذه الفترة الزمانية الطويلة من الخمسينات،
وهم يعملون في هذا الاتجاه، هذا الخروج المفاجئ. ما الذي دعا إلى ذلك؟ حالة من الإحباط الإنساني في المجتمع البريطاني. الحكاية طويلة، أينما ذهبت تبحث في مختلف الأصقاع فإن الإحباط واضح. ما يجري الآن في المنطقة هذه وحتى في سائر المناطق المختلفة في العالم، إذا أردنا أن ندقق النظر، هناك حالة من الإحباط الإنساني تنتشر في كل أنحاء العالم. إنما أشرت إلى هذه القضية لئلا يقال من أننا نسلط الضوء فقط على ما يجري في واقعنا الشيعي، ومن أننا دائما نجلد ذاتنا كما يقولون. فإحباطنا هو جزء من هذا الإحباط الإنساني في كل العالم، ولكن قطعا كل بلد له خصوصيته، كل أمة لها خصوصيتها، وكل دين وكل واقع ديني له خصوصيته أيضا. المشكلة كبيرة، نحن لا نملك حلا، كل الذي نملكه كلام في كلام، ولا أعتقد أن الكلام يغير شيئا من الواقع.